للحديث عن تداعيات مزاد العملة الأجنبية في العراق واستنزافها وانعكاسها على سوق السيارات في البلاد، معنا من عمان الخبيرة الاقتصادية دكتور صباح علو. أهلا بك دكتور صباح. بداية، كساد يجتاح سوق السيارات المعروف محليا بحركته ونشاطه، ما الذي أوصل الأمور إلى هنا؟ تحية لكم ولقناتكم الرائدة في متابعة الواقع العراقي. حقيقة الكساد ليس فقط في معارض السيارات أو غيرها، وإنما الواقع المالي والاقتصادي المرتبك الغير مستقر حقيقة في العراق هو الانعكاس الحقيقي لما يعيشه المواطن من أزمات بمختلف أشكاله، ومنها التضخم، ارتفاع قيمة الدولار أو انخفاض الضريبات الأمريكية على عديد المصارف التي تتعامل في مسألة بيع العملة وغيرها، عمليات التهريب للعملة، كل هذه العوامل المجتمعة أثرت بشكل أو آخر على حياة المواطن الاقتصادية ومنها أصحاب المعارض. الكساد يأتي لأسباب، أولاً ارتفاع قيمة الدولار، بما أن العراق يستورد كل شيء من الخارج بالعملة الصعبة، ولذلك نلاحظ مزاد العملة من 2003 ولغاية الآن هو يقوم بعملية بيع ما لا يقل عن 150 إلى 300 إلى 400 مليون دولار يوميا. من المستفيد من هذه العملية؟ الكساد الذي أصاب السيارات أو أصحاب السيارات حقيقة، أولا إشباع الشارع. لو نلاحظ قبل 2003 عدد المعارض للسيارات محدود جدا، وعمليات الاستيراد والإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد خاصة عن طريق الأردن وبعض الدول وتركيا وغيرها، ولكن حاليا نلاحظ أن هناك توقف عن الخط الأردني مما دفع بأصحاب معارض السيارات زيادة في التكلفة في عمليات الاستيراد عن طريق البحر أو عن طريق دول أخرى، ولذلك نلاحظ ارتفاع قيمة السيارات أيضا وعدم تمكن المواطن من عمليات الشراء لارتفاع أسعارها دكتور صباح. أدى إلى حالة الكساد. نعم دكتور صباح. نعم. ألا تراها نقطة سليمة إلزام أصحاب المعارض بيع السيارات في العراق بالدينار العراقي والامتناع عن تداول الدولار في معاملاتهم التجارية؟ ألا تعد هذه نقطة سليمة؟ بالتأكيد هي نقطة سليمة، ولكن الاضطراب والأزمة المالية وعدم الاستقرار لعمليات التعامل بأي نوع من العملة، يعني المواطن في حيرة حقيقة، أصحاب المهن وغيرهم في حالة حيرة، عندما تتعامل بالدينار العراقي تواجهك مشاكل مختلفة. أولى هذه المشاكل هو عدم استقرار قيمة الدينار العراقي. لو قيمة الدينار العراقي مستقرة بشكل ثابت وسهولة التداول به، في اعتقادي سهل على أصحاب المعارض وغيرهم من عمليات استعمال الدينار العراقي بالتداول. ولكن لمصلحة من عملية توفير الدولار؟ هذا جانب كلش مهم. عمليات التهريب للعملة لاحظ بين فترة وأخرى السلطات الأمنية تعلن عن القبض على عديد الشركات، عديد العصابات الخاصة بالتهريب، ولكن لم تعلن عن من الذي المستفيد من هؤلاء أو ما هي العصابات الرئيسية سواء في الداخل والمرتبطة بالخارج. نعم دكتور صباح، السلطات الآن السلطات الآن تحرم أصحاب المعارض من شراء السيارات بالعملة الأجنبية. السؤال هنا، ما هي البدائل الكفيلة بالحفاظ على مصالح المواطنين المالية؟ حدثنا عن البدائل. حقيقة من الصعب جدا وضع بدائل خاصة. السبب لأن أصحاب المعارض يستوردون بالدولار، يعني لا يستخدم الدينار العراقي في الخارج لاستيراد ما يحتاجونه من السيارات، ولذلك لو قاموا بهذه العملية وعدم استقرار قيمة الدينار لاحظ قد تكون هناك تترتب عليها خسائر فيما عملية التحويل، أي شراء العملة من
من يشترون العملة الصعبة لكي يقوموا بعمليات الاستيراد من السوق؟ السوق ليس مستقرا، غير واضح المعالم. لم تتمكن الدولة، وإنما هي قرارات حقيقة ترقيعية ومؤقتة في اعتقادي، سرعان ما تزول بزوال السبب الأساسي. على الجانب الآخر دكتور الصباح، لماذا يستمر استنزاف العملية الأجنبية في العراق رغم كل القواعد التي تقول الحكومة إنها صارمة وتتابعها؟ كل أشكال الإجراءات التي تتخذها الدولة لم تتمكن من السيطرة على عملية خروج العملة، سواء رسميا أو شرعيا أو عمليات التهريب وغيرها. السبب الجوهري والأساسي يكمن في وجود عصابات مرتبطة بقوى سياسية ولديها أجندات خارجية تعمل على تهريب العملة، وهذا هو الذي يشكل خطورة على الاقتصاد العراقي، الذي يعتبر أصبح أكثر من 98% بلداً ريعياً يعتمد على إيرادات النفط فقط. في سؤالي الجديد إليك دكتور صباح، يعني هل ترى أن أزمة تراجع العملة الأجنبية في العراق هل هي عملية مقصودة أم هي نتيجة طبيعية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على العراق؟ في اعتقادي هي نتيجة طبيعية، لأن الوضع الاقتصادي والمالي مرتبك بالأساس، ولكن جاءت العقوبات لتزيد الطين بلة ويدفع ثمن باطل. يعني العراق يمتلك 72 مصرفا، منها 38 فقط تتعامل في مسألة شراء وبيع العملة. تم عقوبات أمريكية على أكثر من 20 من هذه المصارف. في الآونة الأخيرة كان 14، وقبلها 6 مصارف، أي المتبقي 18 مصرفاً هي التي تقوم بعملية شراء العملة. ولذلك نلاحظ حالة الصراع ما بين من يمتلك هذه المصارف سواء داخلياً أو خارجياً في التعامل مع العملة. نلاحظ هناك ارتباك كبير جداً، والأمريكان توعدوا بصدور قرارات وعقوبات جديدة على أشخاص يمتلكون مصارف وأحزاب ذلك بهذه المصارف، ولذلك ستزداد الأوضاع سوءا في الأزمة المالية القادمة في الأشهر القادمة. من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لك.